صباح الامل والخير والسعاده على حضراتكم مشاهدينا الكرام اهلا بكم معانا وحلقه جديده من هذا الصباح ولقاء يومي يتجدد مع حضراتكم على شاشه النيل الاخبار ومجموعه متنوعه من الفقرات والحوارات المختلفه اللي بنتمنى مشيئه الله ان تحوض على اعجاب حضراتكم النهارده حقيقه من أهم الوقفات الحوارية اللي هتكون معانا النهارده هنتكلم بشيء من التفصيل عن أنشطة وزارة الثقافة حقيقة وهي أنشطة لا تعد ولا تحصى أنشطة ثقافية وأنشطة فنية ويمكن في إطار الإجراءات الاحترازية للتعاطي والتعامل مع فيروس كورونا والإجراءات الوقائية المختلفة حقيقة كان في محاولة جادة جدا من وزارة الثقافة ان هي تتحدى كورونا بالتطوير والتحديث واكثر من 84 الف نشاط الكتروني متاح وحقيقة ده اللي هنتكلم عليه بشيء من التفصيل هنعرف يمكن مدى الاستجابة او التفاعل والتواصل مع الانشطة المختلفة خاصة ان هي مش بتتم في وجود الحضور او في وجود مهيري لا هي بتتم من خلال النت او من خلال التواصل عبر ما يعرف بالاونلاين فهنشوف مدى الاستجابه ومدى التجاوب مع هذه الانشطه الثقافيه في ظل هذا الظرف الاستثنائي اللي حقيقه العالم كله بيعاني منه مش مصر بس ويعني مهم جدا ان الحياه تمشي في المجالات والاصعده المختلفه ولكن يعني العمل لا يتوقف مع اخذ كل الاجراءات الاحترازيه والوقائيه لفيروس كورونا طيب احنا كمان معانا حوار اخر عن الانجازات الجماعيه والفرديه في كل الالعاب اه هنتكلم عليها كمان والى اي مدى هذه الانجازات حقيقه اه جاءت لتؤكد على المكانه العظيمه اللي بتحظى بها اه مصر وعلى الانجازات والارتقاء بهذه الالعاب سواء على المستوى الجماعي او على المستوى الفردي وحظ ميداليات عده في الالعاب الرياضيه المختلفه دلوقتي خلونا نتعرف على اخبار الجو والطقس معانا معنا الدكتور محمود شاهين طبعا الخبير في هيئه الارصاد الجويه ومدير الارصاد الجويه يا دكتور محمود صباح الخير واهلا بحضرتك معنا صباح الخير يا اهلا بيكي وكل يا ريت تطمنا على اخبار الجو ايه؟ يعني النهارده بمشيئه الله بنختم او بنودع عام 2020 وبنستقبل بمشيئه الله مع منتصف الليل عام 2021 طبعا كل سنه وحضرتك طيب ومصرنا الحبيبه بخير وسلام اخبار الجو ايه؟ كل سنه وحضرتك طيب يا فندم وكل الشعب المصري بالف خير وسنه سعيده جديده ان شاء الله علينا كلنا الاجواء مستقره برضو ما زالت معانا في الاحوال الجويه بشكل كبير ما زالت الشبوره المائيه هي الظاهره المؤثره بشكل كبير على الطرق سواء الطرق الزراعيه او القريبه من المسطحات المائيه وايضا الطرق السريعه داخل القاهره وخارجها كل هذه الطرق معرضه خلال هذا التوقيت لتكون شبوره مائيه كثيفه وفقا للبيان اللي اصدرته الهيئه العامه للارصاد الجويه وبيقل معاها مستوى الرؤيه الافقيه طبعا ما فيش كلام آه فرروا طبعا الالتزام بالتعليمات الاداره العامه للمرور بخصوص السرعات وايضا اللي ما عندوش مشوار بدري يحاول يخرج بعد الساعه 9 صباحا بتبدا تتحسن الرؤيه تدريجيا. بخلاف كده الاجواء مستقره الطقس بيعمل للدفء خلال فترات النهار وبيكون شديد البروده في الساعات المتاخره من الليل والساعات الاولى من الصباح. فالنهارده لازم طبعا ارتداء الملابس الشتويه الثقيله خلال هذه الفتره شيء ضروري جدا لان احنا رغم الاستقرار الا اننا في فصل الشتاء مفيش كلام طب دكتور محمود فيما يتعلق بالشبوره المائيه هل لها انعكاسات طبعا بخلاف حركه التنقل او السفر من مكان لمكان او من محافظه لمحافظه هل هي تداعيات او تداعات ربما سلبيه على حركه الملاحه بشكل عام سواء الملاحه في البحر الاحمر او البحر المتوسط؟ لا الحمد لله هدوء الرياح على اغلب الانحاء ده ليه مردود ايجابي في حركه الملاحه البحريه البحرين المتوسط والاحمر مهيئين تماما لكافه الانشطه البحريه وكافه عمليات الصيد والملاحه طيب درجات الحراره المتوقعه بمشيئه الله دكتور محمود متوقع النهارده في سواحلنا الشماليه من 19 ل 20 درجه الوجه البحري والقاهره من 20 الى 21 محافظات شمال الصعيد تصل الى 22 وجنوب الصعيد من 25 ل 26 درجه مئويه انا بشكر حضرتك جزيل الشكر طبعا وصباح الخير على حضرتك وكل سنه وحضرتك طيب الاستاذ الدكتور محمود شاهين مدير اداره التنبؤات بهيئه الارصاد الجويه شكرا جزيلا على هذه المشاركه معنا طبعا زي ما قلنا النهارده يعني بنودع عام 2020 كل سنه وحضراتكم طيبين ومصرنا الحبيبه بخير وامن وسلام واستقرار وسائر شعوب الارض والانسانيه جمعاء في امن وسلام بمشيئه الله طبعا الحكومه اتخذت قرارات عده وابرزها وقف الاحتفالات باعياد الميلاد او بالسنه الجديده طبعا في اطار ال في سياق الاجراءات الاحترازيه والوقائيه للتعامل مع وباء فيروس كورونا ولكن طبعا أكيد بيبقى في صلوات ممكن يبقى في نزول لمجموعة من الناس ففي كل الأحوال لازم وزارة الداخلية تعمل اللي عليها وبالفعل هي رفعت درجة الاستعداد التأميني لتأمين الاحتفالات في الأماكن المختلفة وفي سائر محافظات جمهورية مصر العربية كل سنة وحضراتكم طيبين خلونا دلوقتي نتوقف سريعا وجهود وزارة الداخلية في هذا السياق. اخذت وزاره الداخليه اجراءات وتدابير امنيه محكمه لتامين الفعاليات التي تتزامن مع بدء العام الميلادي الجديد والتي تاتي في ظل ظروف استثنائيه تمر بها دول العالم ومنها مصر بسبب جائحه كورونا فرضت قيودا واجراءات احترازيه اتخذتها الدوله لمنع تفشي الفيروس من بينها السماح بوجود اعداد محدوده لحضور قداس اعياد الميلاد حيث رفعت اجهزه وزاره الداخليه درجه استعدادها الى القصوى بهدف تنفيذ الخطه الامنيه المعده لانتشار القوات المكلفه بالتامين في كافه ربوع الجمهوريه لتحقيق مزيد من السيطره الامنيه وبث الطمانينه في نفوس المواطنين وقد وضعت الخدمات الامنيه امام دور العباده المسيحيه مع اتاحه حرم امن بمحيطها وانشاء ممر لاستقبال الاعداد المحدوده لحضور القداس بينما تقوم الاقوال الامنيه وقوات التدخل السريع بعمليات تمشيط متواصل للشوارع والميادين لرصد الحاله الامنيه والتصدي الفوري لايه محاوله تهدف للخروج عن القانون بما تتضمنه من عناصر مضربه مزوده باحدث الاجهزه والمعدات التي تتيح لها التعامل مع كافه المستجدات الامنيه خطط انتشار القوات تضمنت وضع ارتكازات وخدمات أمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية كذلك خدمات مرورية في الشوارع والميادين لتحقيق سيابية مرورية وفك التكدسات التي قد تنجم عن تحويل بعض المسارات بمحيط دور العبادة المسيحية غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية تتولى متابعة مدى تنفيذ خطة انتشار القوات ورصد ما يستجد أمنيا بالتنسيق مع غرف العمليات والمتابعة بمدريات الأمن عبر تقنية الفيديو كونفرانس تجهيزات لوجستية مزودة بها قوات التأمين، إضافة إلى احترافية العناصر الشرطية التي تقوم بتنفيذ خطط التأمين الموضوعة، مع مراعاة الأبعاد الإنسانية في التأمين، تحقق النجاح في تنفيذ تلك الخطط، بما ينعكس على مناخ الأمن والاستقرار الذي ينعم به الوطن والمواطنون. ولتدق أجراس الكنائس، وترتفع ترانيم الميلاد في بلد الأمن والأمان. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. حقيقة جائحة فيروس كورونا كان ليها تداعيات وتبعات سلبية خطيرة على كافة الأصعدة والمستويات المختلفة على الصعيد الاقتصادي على صعيد التجاري على صعيد توقف بعض الأنشطة وبعض الأعمال حقيقة بسبب طبعا التزام الناس أو عدد كبير جدا من الناس في ما نزلهم في تقارير صحفيه بتقول ان في أكثر من 4 مليار شخص حول العالم التزموا في البيوت بشكل كبير طبعا في اطار الاجراءات الاحترازيه والوقائيه للتعامل مع فيروس كورونا فالعالم قبل كورونا غير العالم بعد كورونا الناس طبعا بتحاول ان هي تلتزم بتحاول ان هي ما تنزلش من بيتها الا في اضيق الحدود ولكن كمان في المقابل مش عايزين ان نخفل ان الناس بتنزل وبتشتغل كمان عشان لقمه العيش وعشان اكل عيشها وعشان عشان التزاماتها في بيتها ومع أسرتها ومع أولادها ومع أحفادها وبالتالي الالتزام احيانا كثير بتبقى الناس مجبره عليه ما بين الخوف من فيروس كورونا وكمان الخوف على لقمه العيش واستقرار الحياه الماديه والاقتصاديه هي معادله صعبه عشان يبقى في توازن ما بين ان انا اتخذ الاجراءات الاحترازيه وفي نفس الوقت انه الحياه ما ينفعش ان هي تتوقف باي حال من الاحوال في كل الاحوال طبعا ربنا يعافينا جميعا بمشيئه لا ويرفع هذه الغمه وهذا البلاء وهذا الوباء عن مصر وعن سائر شعوب الارض. خلونا دلوقتي نتوقف مع هذا التقرير التالي ونشوف ايه الجديد فيما يتعلق بتداعيات وتبعات جائحه فيروس كورونا في تغيير وجه وملامح العالم. 2020 السنه التي غيرت العالم. من كان ليتصور في الأول من يناير الماضي مع مطلع عقد جديد ما تضمره سنة 2020 فهي غيرت العالم كما لم يحصل منذ الحرب العالمية الثانية في غضون 12 شهرا شل فيروس كورونا المستجد الاقتصاد واجتاح المجتمعات وحجر نحو أربعة مليارات إنسان في منازلهم حاصدا أرواح أكثر من واحد وستة مليون نسمة ومصيبا ما لا يقل عن 72 مليونا في حصيله تقل عن العدد الفعلي على الارجح بدايه القصه كانت اعلان السلطات الصينيه في 31 من ديسمبر 2019 تسجيل 27 اصابه بالتهاب رئوي فيروسي في ووهان في وسط الصين غدا ذلك اغلقت السلطات سوق الحيوانات الحيه في ووهان للاشتباه بارتباطها بظهور الفيروس في السابع من يناير أعلن المسؤولون الصينيون تحديد فيروس جديد سمي 2019 إنكوف وفي الحادي عشر من الشهر نفسه أبلغت الصين عن أول وفاة في ووهان وفي نهاية يناير باشرت الدول إجلاء مواطنيها من الصين وبدأت الحدود تغلق بينما وضع المقيمون في ووهان في إقليم هوباي الذي يزيد عددهم عن خمسين مليونا في الحجر الصحي وفي الحادي عشر من فبراير اعلنت منظمه الصحه العالميه ان اسم الوباء هو كوفيد-19 وبعد اربعه ايام على ذلك اعلنت فرنسا تسجيل اول وفاه خارج اسيا لينتاب الرعب اوروبا مع تحول شمال ايطاليا الى بؤره للمرض وفي مارس فرضت ايطاليا واسبانيا وفرنسا وبريطانيا الاغلاق التام واعلنت منظمه الصحه العالميه كوفيد-19 جائحه ومع اقتراب نهايه العام أعلنت مختبرات فايزر الأمريكية العملاقة مع شركتها بايونتيك الألمانية تطوير لقاح فعال بنسبة 90% وسارعت الحكومات لضمان مخزون من هذه اللقاحات وبعد أسبوع على ذلك أعلنت شركة موديرنا الأمريكية لقاحا فعالاً بنسبة 95% وفي ديسمبر أصبحت بريطانيا أول بلد غربي يرخص للقاح فايزر بايونتيك وكانت قبلها روسيا والصين باشرتا حملات تطعيم بلقاح خاص بكل منهما ان شاء الله بكره هيكون في تغطيه خاصه على شاشه اني الاخبار والتلفزيون المصري بتنسيق مع التلفزيون السوداني للاحتفال اعلاميا بذكرى استقلال السودان لما بنتكلم على السودان السودان مش بلد عادي بالنسبه لمصر يعني دم واحد ومصير مشترك حقيقه وهموم واحده والام ربما واحده وطموحات واحده ويمكن السودان حقيقه فيها كوادر بشريه متميزه جدا ولكن هي محتاجه الفرصه ومحتاجه المناخ والاجواء اللي يساعدهم على الابداع وعلى الابتكار وعلى التميز ويمكن في هذا الاطار كان في مشاركه وهي المشاركه الاولى السودانيه لفيلم سينمائي هذه المشاركه على جوائز الاوسكار الامريكيه حقيقه ده شيء بيخلينا كلنا نفتخر مش بس اهالينا في السودان ان هم يفتخروا ويعتزوا بهذه المشاركه الهامه ولكن حقيقه كل مصري وكل العرب لازم إن هم يفخروا و يعتزوا بهذه المشاركة الهامة وزي ما قلنا أنه في عدد كبير جدا من المثقفين والمبدعين والمتميزين حقيقة مش في المجال السينمائي بس ولكن في المجالات العلمية والفنية والأدبية المختلفة ولكن دايما لما بتكون الظروف والأجواء مهيئة ومؤهلة للإبداع أكيد الناس بتقدر أن هي تقدم كل ما هو جميل وكل ما هو مميز خلونا نتعرف على هذه المشاركة السينمائية السودانية الأولى على جوائز الأوسكار الأمريكية. في العشرين فيلم سوداني يحرك مياه السينما السودانية الراكدة، فللمرة الأولى في التاريخ يتقدم السودان بفيلم ليزاحم على إحدى جوائز أوسكار الأمريكية. السعادة جاية مش لأنه الفيلم يروح الأوسكار ولا ياخد الأوسكارز أنا أعتقد السعادة جاية من فكرة إنه إنه فتحنا الباب ده وعملنا الترشيح لأول مرة في التاريخ السودان وده بيقول بس إنه الحاجات ممكنة الفيلم من إنتاج مصري أوروبي مشترك لكن مخرجه وأبطاله من السودان وينافس أفضل الأفلام الروائية الدولية مغامرة لأنه يعني إنك تعمل فيلم في في دولة لها أكثر من عشرين سنة ما كان فيها اندستري بتاع صناعة سينما فما كان حاجة سهلة أبدا غير الظرف اللي صورنا فيه يعني 2018 2019 كان كان في حراك في الشارع يعني ومشتعل يعني وإحنا بنحضر وتفجر بشكل ثورة لما بقينا في أول يوم تصوير القصة تروي عن شاب تنبأ عراف بوفاته بعد ولادته بوقت قصير وبأنه سيموت عند بلوغه سن العشرين ما يلقي بظلال على سنوات تكوينه ونشأته ويضرب الفيلم مقارنة بين حياة ذلك الشاب والأعباء التي حملها هذا الجيل من شباب السودان على كاهله من حسن حظنا انه لكل صرف مع الثوره والثوره بعدها آه نجحت وتغير وتغير النظام بنظام اكثر آه تفهما للفن اكثر دعما للفن فحاليا في نقاشات كبيره مع مع الحكومه الجديده في انه كيف يتم دعم السينما لما بعد ذلك يعني. وعرض الفيلم للمره الاولى في البرنامج الموازي لمهرجان البندقية السينمائي الدولي عام 2019 ومنذ ذلك الحين فاز بما لا يقل عن 20 جائزه في المهرجانات السينمائيه بجميع انحاء العالم رغم الاجراءات الاحترازيه والوقائيه لفيروس كورونا الا انه حقيقه في استعدادات قويه جدا وعلى قدم وساق في كل دول العالم للاحتفال بالعام الجديد كل السنه وحضراتكم طيبين في مختلف دول العالم خلونا نروح لروسيا واستمتاع سكان العاصمه موسكو بالاجواء المبهجه ويمكن الاطفال والمواطنين بيبقوا حريصين جدا على التقاط الصور في هذه المناسبه الهامه والسير والتجول ما بين الطرق اللي احنا زي ما احنا شايفينها ان هي مزينه احتفالا برأس السنه والعام الجديد الميادين كمان بتبقى مزينه بشكل كبير جدا في اجواء احتفاليه جميله ومبهجه ففكره انه الناس يعني حبه الحياه واكيد عايزين يعيشوا اه يعني ملتزمين بالاجراءات الاحترازيه والوقائيه ولكن ده مش هيمنع من الاحتفال مع الاخذ طبعا في الاعتبار اهميه التباعد الاجتماعي قدر المستطاع. طيب واحنا دايما بنحتفل بليله راس السنه دايما بقى فيه افلام معينه بتبقى عالقه في ذهننا ومرتبطه بالاحتفالات ومهما نشوفها مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومليون حقيقة مش بنمل أو بنزهق منها بالعكس بيبقى جزء من متابعة هذه الأفلام أو مسلسلات معينة بيبقى جزء لا يتجزأ من طقوس الاحتفال برأس السنة خاصة الناس اللي بتحب تحتفل بالعام الجديد في بيوتها فيلم هومالون من الافلام طبعا الشهيره جدا والمتميزه جدا اللي الكل بيبقى حريص ان هو يتابعها في عمله فكره يمكن فكره غير تقليديه او زي ما بيتقال فكره خارج الصندوق يعني تفاصيل الفيلم واحداثه والمشاهد الشهيره فيه والبيت الرئيسي اللي كان بتدور حاولوا قصة هومالون والطفل الجميل حقيقة اللي, اللي أدى دور عبقري ومميز جدا في هذا الفيلم ابتدوا هم يعملوا فكرة مختلفة خالص أنه يعملوا زي تورتة أو كعكة من خبز الجنزبيل بتشبه عائلة أو منزل اللي تم تسليط الضوء عليه في فيلم هومالون والكعكة دي استغرق تصميمها حوالي 300 ساعه بتكليف من شركه ديزني والتي تحتفل من خلال خدمه البث المباشر باول عيد ميلاد لها في المملكه المتحده طيب الالوان لها دور جميل جدا وقدره على نقل يعني المشاعر المبهجه والجميله واللي بتحمل قدر كبير من التفاؤل وحب الحياه رغم الصعاب ربما رغم الازمات رغم المشكلات رغم التحديات ولكن فكرة اللعب بالألوان أو الرسم بالألوان من الحاجات الجميلة جدا اللي ممكن بيعتبرها البعض إن هي متنفس للخروج من ضغوط الحياة المختلفة في حقيقة فنان أسباني قام بتحويل منارة في منطقة هامة جدا في شمال إسبانيا إلى عمل فني لافت للنظر زي ما احنا شايفين مع حضراتكم دلوقتي مستوحى من الثروة الطبيعية للمنطقة من خلال تمثيل الحيوانات المحلية للتنوع الثقافي في هذه المنطقة من إسبانيا الفنان الأسباني استخدم أكثر من 70 لون بشكل متداخل ربما ومتجانس مع بعضه بدأ بالفعل في عمل هذه المناره اللي بيبلغ ارتفاعها 16 متر وده بيعتبر من المشروعات الفنيه الجميله جدا اللي بتتميز بها اسبانيا بشكل خاص طيب احنا كمان في في اطار الاخبار المرتبطه او متعلقه بالاعمال الفنيه الجميله والافكار المميزه والمبدعه وال والغير تقليدية في حقيقة فنانة بريطانية بتستخدم قشر الموز في الرسم يعني حقيقة هم عندهم حرص انه كل حاجة يعني ممكن غيرها ان هي تتخلص منها او او يعني قشر الموز خلاص يعني الناس اكلت الموز يعني تتخلص من القشر بتاعه لكن هي لقيت لا ان هو ممكن من قشر الموز تعمل باشكال فنيه زي ما احنا شايفين اشكال فنيه جميله وبديعه وبتدخل الالوان المختلفه في قشره الموز عشان تطلع لنا الشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي على الشاشه حقيقه وده طبعا يمكن من مش من اقول من مزايا جائحه كورونا بس قعدت البيت لفتره خلت الناس يبقى عندها فرصه او وقت اكتر للابداع وللتميز حقيقه انا شوانجيا وهي الفنانه البريطانيه طبعا الشهيره عشان تقوم بهذا العمل الفني مش بتجيب قشره الموز وترسم عليه كده على طول لا طبعا بيبقى فيه يعني تجربه اكسده قشره الموز عشان علشان تقدر ان هي تستخدمها بعد كده في, في الرسم وزي ما احنا شايفين ان هي حتى بتنقل الـ الـ الرسمه ببعد فني جميل جدا بتشعر انك بتتفرج على او بتتابع او بتشاهد مجسم فني واضح الملامح وواضح الاركان المختلفه فيه طيب احنا بننتقل من بريطانيا والاعمال الفنيه الحقيقه المتميزه والبديعه ونروح ل كندا ومشهد غريب يمكن اتنين من الرجال حبوا ان هم يلعبوا شطرنج ولكن لعب الشطرنج المره دي ما كانش في ظروف او في الشكل التقليدي للعب الشطرنج ولكن هم كانوا بيلعبوا شطرنج اثناء السباحه في بحيره جليديه بدرجه حراره 20 تحت الصفر الكنديان يعني حقيقة هم كانوا حارسين ان هم يعملوا الفكرة الغريبة او اللي هي الفكرة غير التقليدية ودخلوا في مباراة استغرقت حوالي خمس دقائق ولما يعني سألوهم حقيقة قالوا ان هم كانوا مستمتعين جدا رغم الانخفاض الشديد في درجه الحراره لانها بالفعل اساسا بحيره جليديه وبالتالي هم محاطين بالثلوج الكثيفه ولكن رغم من كده كانوا حابين او مستمتعين ان هم يلعبوا شطرنج في هذه الاجواء افكار مختلفه في ناس احيانا ممكن هي تستغربها او تقول ازاي يحصل ده او ازاي ان انا اعرض نفسي لهذا الانخفاض الشديد من درجات الحراره وفي ناس ثانيه شايفه لان هي متعتها هي تعمل حاجة أو تغامر بشيء مش متداول أو مش متعارف عليه وبتجد في ده متعة فبدأ من الناس دي مبسوطة ومستمتعة فخلاص طيب هنتكلم على الفيتامينات اللي احنا حقيقه محتاجينها دلوقتي عشان نقوي المناعه و... و... ونستخدم العناصر الغذائيه المختلفه اللي تفيدنا سواء في ظل الظروف الاستثنائيه لجائحه فيروس كورونا او في العموم، لو اتكلمنا تحديدا عن فيتامين الف او فيتامين اي احنا عارفين ان هو حقيقه من اهم وابرز المركبات اللي لابد من تناولها لتعزيز صحه الجسم وتقويه المناعه لذلك بينصح بتناول يعني حوالي 900 ميكرو يوميا من الاطعمه اللي بتحتوي على هذا المركب فيتامين الف له فوائد عده بيساعد على تعزيز وتقويه جهاز المناعه كما الحقيقه بيساعد كمان ايضا الجلد على طريق منع حب الشباب وتحسين البشره البشره تكون اكثر نقاء وبتقلل ايضا من مخاطر الاصابه بالسرطان في فريق من الأطباء البيطريين حقيقة نجحوا في إنقاذ صغير دولفين كان قد تم العثور عليه على شواطئ العاصمة الأرجنتينية بيرس أيرس وبث مركز رعاية الحيوانات الوطني في الأرجنتين فيديو عن عملية العناية بالدولفين وإعادة تأهيله ورعايته وتوجه الدلافين تواجه الدلافين خطر الصيد في هذه المنطقة تحديدا خاصة أن بعض المواطنين في الارجنتين يقومون بصيدها بالشباك دي حقيقة كانت بقرة منوعة من أخبارنا الصباحية بنتمنى أن هي تكون حازت على إعجاب حضراتكم النهاردة متواصلين معاكم في هذا الصباح ولكن بعد متابعة أخبار الكرة والملاعب أخبار الرياضة